مثيرة هنا في يوم مباراة كبيرة، أجواء تليق بمباراة الكل ينتظرها والكل يتحدث عنها. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا أينما كنتم. اليوم نلتقي من ملعب سانتياغو برنابيو، حيث تشاهدون الأجواء المميزة وتتابعون المباراة التي تلعب في طقس جميل ورائع جدا. وسأكون معكم كالعادة أنا محدثكم فارس عوض، ولقاء اليوم يأتي ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني. الملك ريال مدريد يواجه البلو جرانا نادي برشلونة، الكل يتطلع لهذه المواجهة. أتمنى بأن تكون الإثارة والندية حاضرة حتى نستمتع بهذه المباراة. ممتاز المرور، يتجاوز ويتخلص من الرقابة. الله، جاء الهدف مبكرا، تسجيل هدف الافتتاح. شوف الإعادة، شوف اللعبة الجميلة، استمتع بالتمركز اللي كان مثالي، وبعد ذلك الكرة جاءت من مسافة قريبة من المرمى ولا يمكن أن تضيع. الكرة بتروح من جانب الملكي. جواو كاسيلو، هجوم من برشلونة. جواو كاسيلو، فرصة للتسجيل. رائع التدخل هنا، يأتي في توقيت مثالي لينهي. يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة. يا إلهي، هذه كانت هدف محقق، لكن حارس المرمى حرم منافسه من كرة خطيرة بتألقه، بمرونته، بسرعته، بردة فعل الخيالية من هذه المسافة. روعة البينية من جانب فينيسيوس. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل. مستحيل، حارس المرمى يتصدى لهذه الكرة. تقدم للأمام، قد نشاهد فرصة خطيرة لو نفذت بشكل سليم. أوهو، الملك يعود، الريال يعدل النتيجة، يرفض الاستسلام في هذا الكلاسيكو، يبحث عن التقدم الآن. التعادل في هذه اللحظات، القمة تشتعل، الريال يعود من جديد. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. رافينيا، الحكم يعطي الأفضلية لبرشلونة. ضاعت الكرة على لاعبي برشلونة. فرانكي ديونغ، وصلت لرودريجو في منطقة الجزاء، يفتك الكرة بامتياز. جواو فيليكس، من جديد إلى ليفاندوفسكي، يضعها في المرمى، وفي المرمى هدف يستعيد التقدم في النتيجة مرة أخرى. نشوف كرة الهدف من جديد، شوف كيف عدى، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل مهاري، وبعد ذلك يتم لعب الكرة في الزاوية القريبة والمغلقة لتدخل المرمى. رافينيا، ممتاز التجاوز والتخلص، اعتراض قوي للكرة. الآن مع فالفيردي، فرصة لتسجيل التعادل، يتمكن في إبعاد الكرة العرضية. دقيقة واحدة مشاهدينا كوقت بدل ضايع. صافرة حكم المباراة تنهي الشوط.
ضربة جزاء في الشوط الثاني من اللقاء، البارسا تقدم هنا لكنها نتيجة غير حاسمة للانتصار. وتخرج الكرة إلى رمية تماس. الحكم يتيح الفرصة لبرشلونة لاستمرار الهجمة. روبرت ليفاندوفسكي، كرة في نفس المكان اللي واقف فيه حارس المرمى. يا لعيب شوف كيف تخلص، يا فنان متعني متعني. الضغط العالي ينجح مشاهدينا، استعادة للكرة هنا. بيأتي فيها فرصة الآن، وجدت طريقها إلى المرمى. يأتي الهدف ليوسع الفارق إلى هدفين الآن. نشوف إعادة الهدف من جديد. هجمة مرتدة كانت سريعة وبرأسية مثالية، حطها في المرمى ولم يعطي حارس المرمى أي مجال. فرصة خطيرة هنا. أوه على هذا الهدف، الآن مع إمكانية بتعديل النتيجة. نتابع الهدف من بدايته، بداية من المرور من المدافع، استغلال رائع للفرصة. لا مجال للتهاون في مثل هذه المواقف، انفراد كامل موجود، ومثل هذه الفرص لا يمكن إهدارها. هدف جميل هنا. يستكمل اللقاء مرة أخرى، والآن ريال مدريد في وضعية أفضل لإدراك التعادل. فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن، والكرة في المرمى بكل سهولة بدون أي مضايقات، يضع الكرة في المرمى الخالي. هدف ما في حد يتحمله غير حارس المرمى. وين واقف يا رجل؟ في اللقطة الماضية ترك الشباك مفتوحة، الكرة بكل سهولة. استأنف اللعب من جديد في مباراة تشهد الكثير من الأهداف. استغلال جيد للجناح من الفريق الملكي. هذه هي فرصة هدف. مستحيل يا رب، عودة تاريخية، عودة من بعيد. عن أي روح، عن أي إصرار، عن أي إرادة، عن أي جرينتا، رجحوا كفتهم، غلبوا كل شيء. الله على هذه العودة. سعادة واضحة على المدرب بهذا الهدف وبهذا التقدم. أهداف كثيرة في مباراة اليوم، تتكلم عن 4-3 حتى هذه اللحظة. كرة بينية فيها خطورة الآن. تسلل هنا يوقف الهجمة، كان مهم جدا لعب التمريرة بشكل سريع وعدم الاحتفاظ بها كل هذا الوقت. تأخير التمريرة سبب هذا التسلل. فرصة لهجمة مرتدة في هذه اللحظات. ليفاندوفسكي، حارس المرمى لم ينقذ الموقف كاملا. يا رب، تألق غير عادي في هذا التصدي، انقاذ خيالي، يحرم برشلونة من تسجيل هدف التعادل في الرمق الاخير. هل نشاهد تسديدة مماثلة على المرمى مرة اخرى؟ تدخل رائع جدا في البوكس. 6 دقائق فقط ويطلق الحكم صافرة النهاية. جوليس كوندي، وحاولت بناء هجمة في هذا التوقيت، قد تكون الفرصة الأخيرة للتعادل. مستحيلة يا ليفا، هدف مؤكد بضيف اللقطة الماضية. برشلونة يستعين بدكة الاحتياط. دقيقتين يحتسب حكم المباراة كوقت مضاف، وهذه صافرة نهاية المباراة تعلن فوز المرينجي وتحقيق للنقاط الكاملة. الأمور استمرت متقدمة.